السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكلمكم النهاردة عن شكلة البراسينا الحمراء اللي هي براسينا مارجيناتا الحمراء. الأشكال دي جميلة جدا. طبعا هي بتزرع داخلي، يعني هنا كنا زروعة في جنينة في وسط المرات. في الحديقة دي هي في مزروعة مع الهيبسكس، بتشكل بيها مع الهيبسكس، بس هي طبعا هو بتشكيل هيبسكس معها مش صح، بس هي الدراسينا جميلة. وطبعا ما فيش حد بيزرع الدراسينا بالجمال ده كده يسيبها في، هي عايزة نباتات داخلية. لو كانت نبات داخلي في صالة كبيرة، يعني نبات ده ممكن بيوصل طوله لمتر ونص ومترين، وعايز عناية بيه كنبات داخلي. مش عايز هنا، ممكن لو البرد جامد ممكن يأثر عليه، بس الحمد لله ان الجو كويس. لكن هو محتاج جو درجة حرارة معتدلة، مش عايز برد جامد، مش عايز حرارة جامدة، مش عايز شمس مباشرة، عايز يعني الشمس زي كده دلوقتي كده ما تكونش مباشرة عليها. وعايز رعاية بقى ان هو لازم نمسح الورق ده كده، لازم الورق ده سفنجة أمبوللة مية وتتمسح بيها الورق ويندف علشان يديلي المنظر الجميل بتاع الشكلة. طبعا هو هنا كان زرعوك يا زهر، كان في مشتر رخيص شوية خدوا منه وزرعوا منه شوية، لكن هو يمكن الهيبسكس ده هيطلع بعد كده وهيكون مد منظر وهيدي شكل جميل وأزهار. لكن مدام زرعوه يبقى لازم يعتنوا بيه. هنا النبتة دي ما بتحتاجش أمراض كتير، ما فيهاش أمراض كتير، يا حشرات كتير بتجيلها، فلذلك هي جميلة، يعني ما فيهاش ما فيش خوف عليها. التسميد بتاعها ممكن بنسمده كل شهر مرة NPK 20-20-20، ومش محتاج أكتر من كده. نحن نعزى الأرض حواليها، تكون التربة اللي تحتها تربة نظيفة وحلوة. واهم حاجه ان احنا زي ما قلت لكم ان احنا نعتني بالاوراق بتاعتها. شوف الاوراق اول ما بتطلع جمالها، الاحمرار بتاعها شكله جميل ازاي. ادي الورقه الثانيه مبرقشه بعد كده، بدات تاخد اللون المبرقش ده. يعني الورقه النبات اصلا نبات جميل بتاع داخلي بتاع صالونات، يعني يتحط في صاله كبيره ويوصل حجم جميل ولون جميل، اخضر جميل والاحمر جميل في وسط الالوان التانية، هيكون شكله جميل قوي مع النباتات في الداخلية ما بين فيكا الذكورة ما بين في القشطة، يتحط في وسط نباتات الصالونات الجميلة الاسبيدسترا، بيديني لون جميل متغير مع الالوان الخضراء التانية، ونعتني بيه ونحافظ عليه. يعني زي ما انتم شايفين هو يعني الحمد لله لغايه دلوقتي عشان الجو كويس فالنبات يعني ما تاثرش، لكن لو الشمس حاميه بيتاثر النبات في الشمس الحاميه. وهنشوف هنا كده، ده كان البرد تقريبا اثر عليه، لما البرد كان شديد اثر على الشكله من تحت اهو، النباتات الورق بتاعها بيموت، لكن لما الجو اتحسن بدا يطلع اوراق جديده وبدا يبقى شكلها كويس. هو من النباتات الحلوه اللي لازم نحتفظ نعتني بيها. والمنظر جميل هنا، يعني منظر يخلي المنظر جميل لما يكون في الوان حمراء جنب النباتات الخضراء الجميله، فهي نبات جميل ولازم نحافظ عليه. وان شاء الله يكون النبات ده عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.